لي نورمالمون لي مون راهم يتاكيو. بعد هاتي الكره الاولى من جانب الوفاق الراسيه، ريعه الراسيه هذه مرت بسلام على اطار مرمى الحارس حارس البجاوي. يلعب فتح اللعب على الجهه اليسرى، يوجد فرحاني. فرحاني مسترجعة من جانب الوفاق، يبدو بأنه الأقرب، بأنه الأفضل، بأنه يبحث عن الحل. هاي الكرة، أوه الهدف الأول، هو الهدف الأول. عيبود، عيبود يتمكن من فتح باب التسجيل لمصلحة الوفاق بعد مرور 14 دقيقة في وقت قلنا بأن الوفاق يبدو بأنه الأقرب وبأنه الأفضل وبأنه الأنشط وبأنه هو الذي يجتهد ويبحث ويريد أن يباغت، فتمكن هذا الموجود أمامكم من استغلال هذه الكرة السحرية المليمترية. ولكن لعبت للرفقاء الستة المتواجدين داخل منطقة العمليات قوية وعلوي. سندت بعد هذه الكرة، هاي المحاولة، هاي الفرصة، من بن سايح لعبها نياطي، دار بالكرة، راوغ المدافع وراوغ حارس المرمى سددها، ولكن من سوء حظه أن المدافع فرحان ياخي على الجهة اليمنى. هاي جميلة بين لاعبين، هاي جميلة، ما فيش وضعية تسلل، هاي جميلة ما فيش وضعية تسلل. ما هذا، ما هذا، كذا يخطئ يطلبها، ضاعت. الوفاق متقدم، اللهم إذا فعلتها الشبيبة في هذه الكرة مرة أخرى. النصف النهائي في 20 مناسبة، شأن وشأن فريق مولودية وهران ولا آخر. التوزيع، يا سلام، ماذا يقول الحكم؟ هذه يترك فيها مبدأ الأفضلية وإلا لكان لا أعلن الهدف. هاي الكرة الصعبة، هاي الكرة الصعبة، ضيعها ضيعها. يعني تغير شيء شيء. هذا عبد المؤمن جابو، هاي كرة، هاي كرة، هاي كرة، ماذا يقول حكم المو؟ يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الكرة التي أخرجها مدافع الشبيبة من على خط المرمى. أكيد أهله يعني مع نادي بارادو، بارادو يعني. هاي كرة صعبة، كذا يصل عليها بن سايح، بل وصل عليها وكادت تكون في شباك الحارس زغبه.